دكتور، عم نسمع كثير بشيء اسمه الفيسينج والفينير، يا ريت هيك نعرف الفرق بينهم. تمام. هلا يعني شو الفرق لما يقولوا هذا راح يعمل فيسينج، او الطبيب بيعمل فيسينج او بيعمل فينير؟ هلا الفكره واحده، هي انه الطبيب او الشخص اللي طالب الاجراء العلاجي هذا هو عم بحط قشره او طبقه، قشره او طبقه على سطح اسنانه. تمام. قشره او طبقه على سطح اسنانه، الهدف انه يغير بشكل الاسنان او بلون الاسنان بشكل دائم. طب هاي القشره دكتور او الطبقه لما بتنحط على السن حتى تغير كما ذكرت حضرتك الشكل السن او الشيء اللي طالبه المريض، هل بيتطلب انه نلعب بالسن الاصلي ونحفه ونضعفه حتى نحط هاي الطبقه، ولا هذا الشيء اصبح متقدم اكثر بيختلف؟ بالضبط. هلا سؤالك جدا مهم. هلا الفكره واحده، سواء انا بدي اعمل فيسنج او قشور فينيرز او كذا، هي انه احنا عم بنغطي السن بطبقه ما. هلا الاختلاف بين الفيسنج والفينيرز او القشور التجميليه هو بالماده المستخدمه. تمام. هلا بالفيسنج الطبيب عم بغطي الاسنان بحشوات تجميليه او بمعجون تجميلي. تمام. ما بيصيب الاصل. هلا بقول لك بالفينيرز او بالقشور التجميليه احنا عم بنغطي الاسنان بمواد هي سيراميك، يعني مصنوعه من السيراميك. هلا الفكره، هل انا بحاجه انه ابرد الاسنان او مش بحاجه ابرد الاسنان؟ هي مرتبطه بطبيعه الاسنان او بتموضع الاسنان. تمام. بغض النظر انا بدي اشتغل فيسنج او بدي اشتغل فينيرز او لومينيرز. تمام. هلا وين الفكره اللي هي جدا مهمه؟ في كتير ناس بتفكر انه انا اذا ما بردت الاسنان وحطيت فيسنج او حطيت فينيرز وما بردت الاسنان، انا هيك حافظت على اسناني ووضعي منيح. انه انا حافظت على اسناني وإذا ما عجبني بشيلهم. بالضبط. وهذا مصيبة. هاي مصيبة. ليه؟ لأنه أنا، وهي كتير مهم الناس تعرفها، متى ما دخلت بهذا الإشي ما في رجع على وراء. يعني أنا الطبيب ده حط فيسنج ما سبت الأسنان، بس أنا عم بحط مواد كيماوية، عم بخرش الأسنان، عم بخليها رف أكتر، خشنة أكتر لتمسك فيها هاي المادة. فحتى لو الطبيب ما برد الأسنان هذا ما بيعني أنه أنا أرجع لهم مرة حرجع زي ما كان، ما حيرجع زي ما كان. هاي معلومة مهمة.